يعني لا تسوي نفسك انت من المواليد. دفعت له 9000 ريال واعطيته جواز السفر حقي وخلاص سرق الجواز وشال الفلوس ووخاه. قالوا كان بيصير نفس النظام السعوديه اذا ما تحكي تأهيل وكذا. طيب انت لا انت طلعت ولا انت سويت حاجه وتفكيرك كله على دوله ثانيه انه يقطعوك يقطعوك بساطور ولا بلديه ولا هي كامله كلها عصابات انك تقابل المواليد هنا اكثر بالضبط. قالوا خلاص انت مليره حقك وصل لمستوى مره مرعب. لا ما عاد حسوي يومي سكر لانه لو ما عندك ذا الشيء خلاص بتعاني صراحه. بدي تاكسي كاوك واي اي سي وبعضها يعني تعقيدات من عندهم يعني مو هذا كلام محصور على الهوساوي مع الاسف. انا هوساوي ترى عشان لا حد يسال. اوكي اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من في العمل. اليوم معنا ضيف مميز ما شاء الله زي ما انتم شايفين دول من ورا ضيفني ورا الدرع حقه ما شاء الله. هذا الدرع 100,000 على اليوتيوب قولوا لي عقبالك اسمه يلا كلكم قولوا عقبالي ان شاء الله. في ناس ما قالوا يلا اكتبوا بعدين نكمل الفيديو. اوكي اليوم معانا نواف. هلا والله. يا هلا والله فيك. كيف حالك اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. طيب عرفنا عنك اعطينا نبذه عنك اللي ما يعرف نواف. مين نواف؟ نواف يوتيوبر عمري 28 سنه لي 7 سنين هنا تقريبا ما شاء الله صار يعني فتح على السوشيال ميديا. انت قلت يوتيوبر بس حرام يعني حسابك في التيك توك جدا قوي حسابك على الانستغرام جدا قوي يعني مو بس يوتيوبر وكمان يسوي فتح على السوشيال ميديا. اي على فكره برضو عندي اكثر من قناه في قناه ثانيه اسستها بس بعت القناه الى هي تيم كامل فيها اكثر من 600,000 مشترك ما شاء الله. برضو في قناه ثانيه فتحتها قبل سنه وصلت 100,000 مشترك. برضو بديت الحين في المحتوى عام اللي هو محتوى البلوجات حاليا وصلت على 2000 مشترك بس سحبت على القناه فترة برجع لها ان شاء الله لانه ابغى اتكلم عن المواليد ومن ذا الكلام يعني لين ما اسوي السيكيو الخاص وان شاء الله اركز على المحتوى العام باذن الله. اوكي بترقبوا حاط لكم كل حسابات نواف تحت في الديسكربشن وقناته كمان على اليوتيوب حقت اللي وصلت 100,000 تروح تباركوا له وتقول له الف مبروك والقناه اللي هي حتفيدكم اللي هي عن المواليد. طيب خلينا نبدا عن نيجيريا وتجربتك في نيجيريا يا نواف. قبل ما تجي نيجيريا ايش هي الاسماء الاشياء اللي سمعتها عن نيجيريا؟ يعني سواء كانت اشياء ايجابيه ولا سلبيه، ايش الاشياء اللي سمعتها عن الدوله؟ شوف مع الاسف اغلب الحاجات اللي انا سمعتها عن نيجيريا كانت سلبيه مع الاسف. مثلا يقولون انه المبالغات هذه اللي يقولون اذا رحت هناك بتتشرد او راح يقطعوك اول ما تنزل المطار والكلام الفاضي هذا. لما جيت هنا صح انه في حاجات بعضها صحيحه. وبعض الحاجات مره مبالغين فيها الموالد. والمشكله هم يخوفون عيالهم يعني ولا انه اسس نفسه في السعوديه لا هو اسس نفسه هنا. يعني لا هو هناك ولا يعني كذا انسان ضايع باختصار. فيا هذه الحاجات اللي انا سمعتها عن نيجيريا وصراحه لما جيت نيجيريا كل الحاجات اللي انا سمعتها عن نيجيريا كانت مختلفه تماما كل شيء غير. يعني اوكي من الامثله اللي اعطيت اللي هي انه يقطعوك يقطعوك بساطور ولا بلديه يقولون اول ما تنزل المطار خلاص في عصابه بتشيلك وكلام الفاضي هذا خلاص الامان صفر دوله ما هي متقدمه ما فيها. لما جيت شفت كل شيء عكس تماما. صح في حاجات ما هي يعني غريبه هنا بس بنفس الوقت لا تقول لي نيجيريا دوله ما هي متقدمه. لا في اماكن حلوه اذا انت ما تعرف توصل الى الاماكن هذه شيء طبيعي انت بتقول انه نيجيريا ما هي حلوه. والمشكله اغلب اللي ينشر اشاعات عن نيجيريا ما قد راح نيجيريا وما يعرف عنها شيء فايب. يعني شو اسمه من الكيس نقدر نقول اي من الكيس مبالغات. بس حتى انه موضوع الامان صفر احس انه مبالغه. ما في دوله فيها الامان صفر صح؟ في دوله يعني اوكي مناطق تكون مو مره امنه ومناطق تكون نوعا ما امنه بس صفر في الدوله كلها يعني اي بس يعني حتى في امريكا في احياء كامله كلها عصابات. الشرطه والدوليه بنفسها ما تقدر تتحكم بالاحياء هذه فما بالك بدوله افريقيه. اما نيجيريا الحمد لله لي 7 سنين ما حد تعرض لي بس اسمع اخبار او يقولون انه في عصابه خشوا بيت وسرقوا من ذا الكلام بس اسمع كلام بس انا ما كنت شفت شيء الحمد لله فاحس انه في مبالغه بس نقطه انه نيجيريا ما فيها امان الا يعني ها بس بعض المناطق اللي هي قريبه على الحدود زي الفضاء هذه ما تصدق. اما كانوا وغيره من ذا الكلام لا عادي اي واحد يقدر يعيش فيها حتى في اصلا ما يحتاج اقول لك في سوريين في لبنانيين هنا في حتى الصينيين برضه ما شاء الله موجودين هنا فيا
حتى الليمون نيجيريين ما شاء الله عايشين حياتهم طبيعي. ايوه فيعني المبالغات هذه اللي احس انه تخلي تخلي واحد يستحي من دولته صراحه ما ادري شو يصير صراحه. ايش هو الهدف الاساسي اللي خلاك تجي نيجيريا؟ السبب الرئيسي هو اساسا كان الدراسه. بس لما جيت في ظروف ما خلتني البس صراحه. كملت مشواري في السوشيال ميديا. بس قبل ما اكمل مشواري في السوشيال ميديا كان عندي دكان كبير شويه بقاله ابيع فيه مواد غذائيه، فالمكسب حقه كان سيء مره. اشتغلت في الدكان سنتين تقريبا بعدها وقفت. بس كان هدفي الاساسي كنت اجي هنا ادرس اقوي اللغه الانجليزيه، مع انه الحين ما ادرس انجليزي، حتى ما ادرس انجليزي للحين، انجليزيتي صفر. كان خطتي اني ادرس انجليزي بعدها اطلع على كندا او زي كذا، ومن غير كلام بس الخطه هذه ما ضبطت معي فكنسلت الخطه خلاص. قلت خليني استقر هنا بما انه وضعي تمام خلاص. وصار استقرت على السوشيال ميديا، يعني انت ترى جميل وما شاء الله عندك قناه 100,000 والثانيه 600,000 وتيك توك مليان، يعني ما شاء الله امورك زي الفل. والله الحمد لله. انت في سنه كم جيت نيجيريا؟ قبل 7 سنوات يعني كم؟ 2017. تحس انه ذاك الوقت اللي جيت فيه كان الوقت المناسب ولا كان المفروض انك تجي ابدل ولا متاخر؟ لا كان مناسب. والصراحه في حاجات كنت اجهلها لو كنت اعرفها بدون مبالغه، يعني اي واحد لو كان يعرف الحاجه الحين الامور صارت اصعب. في حاجات كانت اسهل وقت ما جيت. كان كل شيء رخيص تقريبا، حتى العمله كانت قويه. حتى البضائق الفيزا والماستر كارد كانت تشتغل بالله. اذكر في مره ضربت في موقع بنجود ضربت مايكروفون الى الحين موجود عندي باك شغال. المهم طلبت كنت اقدر اطلب حاجه ب 500-600 دولار، اما الحين ما تقدر. لازم تروح تفتح لك حساب دولار. ففي حاجات لو كنت انا اعرفها زمان كان استغلت ذا الشيء، يعني مثلا انك تقعد تخزن دولار، الحين الدولار انا ارتفع ومن ذا الكلام. في حاجات صراحه زمان كانت افضل صراحه. ايوه فكل ما تلحق عليها اقدر كل ما تستفيد. كل ما نفس سالفه عمله البيتكوين اللي لحق عليها زمان خلاص صار مليونير، اما الحين مين بيشتري العمله الواحده للبيتكوين فوق 70,000؟ فما تقدر. اما الاول كانت اقل من دولار. زي كذا يعني. اذا حتى لو سويتها فوق 70,000 تحس انه تخاف تغامر وبعدين تطيح. ايوه 30,000 ولا 40,000 تكون خسرت يعني. والله خير. اي لانه حتى في ناس كثير حطوا ما شاء الله ملايين وخسروا، مو ما شاء الله المفروض اقول، حطوا فلوسهم وخسروا. فالموضوع يخوف. ايش هو انطباعك الاول عن نيجيريا اول ما جيت في 2017؟ كذا وصلت على مدى انت جيت على طول على كندا ولا رحت ولايه ثانيه؟ اي مكان نزلت؟ لا على نفسي صراحه ما طلعت اي ولايه. على طول نزلت كندا. في حاجات انا استغربت فيها. البنية التحتية هالك عليها مو أفضل شيء، بنفس الوقت ما هي أسوأ شيء، حالا أفضل من دول أفريقية كثير، وبنفس الوقت يعني ما إحنا في الوسط، يعني ما إحنا أحسن شيء وإحنا أسوأ شيء يعني كذا بالوسط يعني. أنا استغربت إنه الكهرباء ما هي دائمة، صح أنا قد سمعت عن الأخبار هذه بس قلت طيب المفروض تكون دولة نفطية ومن الكلام، بس اكتشفت إنه ما لها أي علاقة، إنه الدولة تقول النفطية لازم يكون بنية أي ما لها دخل. ليش اخترت ولاية كانو؟ ان انت تستقل في ولايه كانو عن باقي الولايات الثانيه؟ لانه على فكره ترى انا ما جيت لحالي، جيت مع اهلي. اوكي ما شاء الله. اهلي واخواتي بروح كذا هنا، حتى ابوي بروح واحده كذا كذا. فالوالده قالت هي خلينا نجي كانو. اتفقنا اصلا من قبل ما نجي هنا نستقل في كانو على طول. لانه اساسا شو اسمه عندنا بيت، فقلنا خلاص بما انه عندنا بيت خلاص وكانو خلاص نستقل في كانو زي كذا. ما شاء الله حلو. هل انت زرت ولايات ثانيه ولا بس كانوا؟ لا بس في مره رحت ابوجه ما قعدت كثير، يمكن 24 ساعه ما قعدت كثير. ايش الايجابيات؟ كانوا من الظلم اني احكم صراحه اقول انه في احسن ولايه ثانيه، لاني ما اعرف شيء عن باقي الولايات فكاني محايد. اوكي طيب بس احس انه يعني البزنس فيها اسهل. اوكي صراحه احس البزنس فيها اسهل صراحه. طب وايش اشياء ثانيه تعجبك في كندا مثلا؟ مو احسن شيء ولا اوكي افضل شيء بس انه اشياء تعجبك في الولايه زي ايش مثلا؟ اكثر شيء يعجبني انه في اماكن كويسه، رغم انه ما تعتبر هي عاصمه بس في اماكن كويسه تقدر تروح لها. برضو في فرص استثمار. في فرص استثمار هنا كثير. متسمين هناك. فهذه اكثر ثلاث حاجات تعجبني في كندا. وغير كذا ما بتحس نفسك غريب صراحه. لانه بالنسبه انك تقابل مواليد هنا اكثر من اي ولايه ثانيه. تحس كانك يعني في السعوديه مصغر. اي فعلا. اوكي،
طيب ايش اكثر الاشياء اللي ما تعجبك في الكلام؟ تحس ما حبيت هذا الشيء في الكلام ولا احس احنا متاخرين عن التقدم اللي في اليوم سووه هو المفروض نكون احسن من كذا صراحه، خصوصا انه كانوا يعني تقدر تقول كانوا ولايه تجاريه المفروض يكون في تجار كثير وكذا، فاتمنى انه كانوا تصير احسن في المستقبل ان أوكي. شاء الله. اوكي وشيء ثاني كمان ما يعجبك في كان؟ شيء ثاني تصميم البيوت صراحه. دحين صار فيكم تدعموا القناة عن طريق زر السوبر ثانكس الموجود تحت كل فيديو. تصميم البيوت اللي في الحواري مو بعاجبني صراحة. اوكي. وش كمان؟ اتوقع هو بس هذه الاشياء. بس هذا. اوكي. هل فكيت حساب بنكي؟ ايوه، عندي اكثر من حساب بنكي. اوكي، كيف كانت تجربتك مع البنوك بشكل عام؟ أنا قد نزلت مقطع كامل عن البنوك، بس أسوأ شو اسمه أسوأ بنك كان يونيون بنك. أما باقي البنوك صراحة كانوا كويسين معي صراحة. عندي في سينيك بنك وفيداليتي وويما بنك وحتى برضو بنك الإلكتروني كودا، بس دخلت مشاكل في بنك كودا، حتى كانوا بيقفلون الحساب لمدة 10 سنوات. دخلت في مشاكل كثيرة بسبب إني حطيت فيزا خويي. خوي كان في السعودية قال حط فيزا ومدري ايش، سحبت الفلوس مرة مرتين، فقالوا لتجنب الاحتيال وكذا ارسل لي اثبات انه من جد خويك سمح لك انك تستخدم البطاقة حقته وكذا، او نقفل حسابك او نقفل البي في ان حقك لمدة 10 سنوات قدام. انا قلت كل حساباتك كل الحسابات راح تتعلم، فعانيت قبل ما استرجع الحساب. اما باقي الحاجات صراحة البنوك كويسة والله، ما يحتاج انك تروح الفرع تقدر تواصل معهم بالايميل. برضو صح، في معلومه حلوه الاغلب ما يعرف، اذا انت فتحت حساب في فرع معين فنصيحه، اذا صارت لك مشكله او من ذا الكلام روح لنفس الفرع لانه هو اللي راح يخدمك. لانه لو افترضنا انت فتحت حساب زينك بنك في زورت ورحت شو اسمه اللهم صل على محمد بانك رود او ناس راب، راح ياخذون شكوتك كانهم بيحلونها وكذا، بس هم لما يرسلون لنفس الفرع اللي فتحت فيه الحساب. فافضل شيء انك تروح لنفس الفرع. مشكلتك راح تنحل بسرعه. يعني زي فني ابنك يجوحها كذا اللي ياخذ الشكوى ويقول لك يقول لك ايوه يمشيك يقول تعال بعد اسبوع كذا. فافضل حل انك تروح لنفس الفرع اللي انت فتحت فيه الحساب، هم بيخدموك على طول. وطلعت هويه وطنيه الناشونال اي كارد؟ طلعته في 2018 اول ما جيت. ما شاء الله كان وقتها في زحمه صراحه. بس الحين الزحمه خفت صراحه. ايوه الحين صار اسهل، بس اول خوفونا قالوا كان بيصير نفس النواب السعوديه اذا ما في ترحيل وكذا خوفونا. رحنا اقول لك من الصباح وبالقوه اللي حصل، حتى انا لما طلعت هويه مع الاسف كانت تجربه سيئه مع الهويه مع الاسف. اسمي نواف، فبدل ما يحطون اف اخر شيء حطوا ار، صار اسمي نواف. فقعدت تقريبا المفروض هم بيتحملون الغلط. لا بس هم ما لهم صلاح، سواء كان هذا الشيء بشكل عام في نيجيريا، سواء بي في ان او اسمك في البنك، لو جابوا هم العيد لازم تروح لكوتو وكابو شفا. بس في النهايه صلحت الهويه خلاص. اوكي بس معلومه لهم اللي ما يعرف، بي في ان اللي هو يسموه بانك فيريفيكيشن نمبر، اللي هو رقم يطلعوه لك البنك وبعدين تكون كل حساباتك البنكيه في نيجيريا متصله بهذا الرقم، فكأنه كل حساباتك متصلة، فأي مشكلة تصير مع حساب واحد تأثر على باقي الحسابات. هذا الفكرة طلعوها عشان الاحتيال من الاحتيال، لأنه شخص يكون مثلا عنده حسابات عدة ومثلا هذا الحساب ياخذ فيديو وهذا كذا صار كله مرتبط. فمرة صح من جد، يعني حتى في الجامعات ترى على فكرة. حتى في الجامعات مثلا يكون تروح تسجل اسمك واللي بيسجل في السيستم يحط اسمه غلط، يلا أنت روح اضرب مشوار غير اسمك في روح المحكمة وروح مدري فين والبوليس ستيشن ومره صراحه. وللان تدري انا مين حقي للان قاعد اعاني من هذه المشكله، قاعد احاول اغير انه في معلومات حطوها غلط. يا ساتر. الايميل ادرس قلب لي شو اسمه حرف من الحروف، الاسم شال اسم جدي بس خلاني انا وابوي والسبيلنج كمان غلط. لا اله الا الله. فهذا كل اللي باب تعديل قاعد اشتغل عليه. بس في معلومه، لو جيت هنا مثلا، لو جيت نيجيريا نصيحه، انت كيف اقول؟ استقعد. لازم هو لو كتب اسم خليه يوري لك ايش كتب بالضبط. ليش؟ لانه مثلا انت الحين لو عديت الاسم ما تقدر تسوي اي شيء الا بعد 6 شهور، سواء تغيير صوره او عمر. الحين لو غيرت الاسم الحين ما تقدر تسوي اي شيء او تعدل اي شيء الا بعد 6 شهور،
فنصيحة عشان لا تطيح في المشاكل هذه، تأكد إنه حط كل شيء صح بس. وريني كده اللي زي اللي طفل في الابتدائي، أوكي اسمي، لأنه حتى ما في أسماء أنا ما يعرفه، يعني مثلاً نواف مو مرة مشهور. ما هو مشهور، حتى جدتي تجيب العيد ما تقدر تنطق اسم نواف تقول لي نوال. يعني بالضبط، ففي أسماء ما هي غريبة عليهم. غريبة عليهم فيحط على كيفه. يصير كده بالضبط. خلينا نتكلم عن الصحة والملاريا والتايفود. هل قد جاك ملاريا وتايفود وهذه الأمور اللي يقول لك ويلكم تو نيجيريا ولا؟ أكيد. وكيف كانت تجربتك؟ متى أول مرة جاتك ملاريا؟ أول ما جيت بعد أسبوع. على طول ويلكم ترحيب. انسدحت شهرين تقريباً صراحة. عانيت مع الملاريا لأنه كانت المناعة ضعيف. بس حالياً لو جتني ملاريا ممكن بالكثير تقعد أسبوع. أسبوعين خلاص هذا ماكسيموم، أسبوعين خلاص. بعدها تروح. صراحة عانيت من الملاريا صراحة، بس في طرق كثيرة عشان تتجنب الملاريا صراحة. خلي بيتك ما في مويه راكدة، خذ لك ناموسية هذه، خلاص في حاجات مرة كثيرة. وتايفون حاول إنك تأكل أكل نظيف. مو بتروح لأي مطعم أو مطعم اللي في الحارة أو على قولتهم، صح إنه الأكل رخيص البيعي، بس لا تأكل من أي من عند أي واحد، لأنه كل ما تأكل حاجة مو بنظيفة بتجيك تايفون، بيجيك تايفون. فبس حاول انك تبعد نفسك قد ما تقدر عن النماي نقموس اي وش اسمه اللهم صل على محمد اكل غير نظيف بس. طيب اول مره جاتك الملاريا كيف عرفت انها ملاريا ولا ايش سويت؟ يعني رحت المستشفى وقالوا لك عندك ملاريا ولا انت توقعت انها ملاريا ولا؟ صراحه تمنيت اني لو رحت المستشفى على طول. كذا قلت بما في البدايه انا ما اعرف احد، ما اعرف شيء، ما اعرف كيف الوضع، فقلت خليني اقعد كذا عادي خليني اشوف المرض قاعد يستاهل اكثر اكثر اكثر. لين ما رحت المستشفى قالوا خلاص انت ملاريا حقك وصل لمستوى مره مرعب. ففعلا كان لو رحت بدري كان ممكن بالكثير اسبوعين خلاص، كلها ابره ابرتين خلاص. فيب لين ما رحت المستشفى وتاكدت انه ملاريا. والتايفون قد جاك تايفون؟ اي قد جاني تايفون. بس تحس اي اسوء ملاريا ولا التايفون؟ صراحة تايفون أسوأ، تايفون أسوأ، لأنه إذا تايفون وصل لمراحل خطيرة المعدة تتشقق. ترى على فكرة اللي ما يعرف المعدة تتشقق. أعراض حقت التايفون إيش كنت تحس؟ وكيف عرفت إنه تايفون؟ ولا حسبت إنه ملاريا ولا برضه لما رحت المستشفى؟ بنفس الوقت بتحس فيه برودة في رجلك، بتحس ما تشتهي تاكل، يعني كذا حتى لو حاولت تاكل بتستفرغ، والاستفراغ الله يكرمكم بيكون لونه اصفر. فالحاجات هذه تثبت انه عندك، وغير كذا انت اصلا ما تقدر تتحرك، تحس بالكسل، بتحس يعني بتحس بشعور غريب زي زي كذا، تحس انه شيء something is not okay. إيه تحس اي في شيء غلط. اما ملاريا اصلا او الحمى شو اسمه بتحس كانه في احد كانه يطعنك او في حاجه ينقصك زي كذا. فسهل انك تعرف انه اذا جبت ملاريا او تايفون صراحه سهل مره. انا بالنسبه لي من اعراض التايفود عندي اللي هو وجع البطن كذا، في الم، هو مو بطن ما ادري كذا في شيء في الامعاء. ايوه بتحس كذا بس كانه في صوت كذا. أيوه. في الم. ايوه فعلا. ايوه في اصوات كمان تطلع غريبه كذا اللي بطنك زعلانه تقول ايش اكلت؟ ايش حطيت فيه؟ تحسها كذا قاعده تخاصم بصراحه. انا اتفق التايفود اسوء مره جربته في نيجيريا التايفود. الفكره ترى التايفون يجي معاه سخونة ترى. ايوه يجي معاه سخونة كأنه ملاريا بس أسوأ. ايوه ايوه صح أسوأ. في أسوأ. اللي هو استفراغ والمرض كذا في جنبه. ايوه زي كذا. انتبهوا لا تاكل من اي محل. انا افتكر في فيديو سويته مع اخوي صفوان تحدي ناكل ايش ب 10 ريال 24 ساعة بعد شاي تايفون. صديقي لما شفت المقطع كنت بنزل نفسه بس كنسلته. شفت المقطع كنت بسوي ذا التحدي بس كنسلته لانه خطر. كنسلته صحتي انا بس ما جت. وهذه الاماكن اللي اشتريت منها كلها لا اوكي مثلا اللي اشتريت منه حق الرز ما عاد اكل منه بس حق البراسه اكل منه كم مره بس لا ما عاد حسوي. في اللي قالوا لي يلا فين تحدي بخمسه قالوا لهم لا خلاص كفلنا لك وش تسويه بس صحتك يعني ممكن تسوي تحدي ب 50 ريال نروح مطعم مرتب. ايوه افضل يلا ادعم الفيديو عشان نروح تحدي 50 ريال. كيف اتاقلمت مع موضوع الكهرباء؟ يعني احس اي احد جاء من دوله فيها كهرباء 24 ساعه لدوله كذا يشيلوا كهرباء يجيبوها احس ان في تحدي. كيف قدرت تتاقلم مع هذا الموضوع؟ هو صراحه انا من النوع اللي ما عندي مشكله صراحه البيت يكون فيه كهرباء الى الان ترى بيتي لا مع انا ما سحبت فقط كهرباء الى الان. انا ما عندي مشكله اقعد بدون كهرباء بس اهم شيء يكون عندي نت عندي جوال عندي كهرباء.
اول اسبوع قلت خلاص لا كهرباء اصلا. وترى اصلا انت الحين لو قعدت فتره حرفيا ما بتحتاج الكهرباء صراحه او لمبه، بتتعود صراحه على الظلام صراحه، بتتعود بسرعه. فانا من النوع اللي اتاقلم بسرعه، فانا ما عندي مشكله بسرعه. ما شاء الله تبارك الرحمن. حلو، ايش تجربتك في الاسواق والمحلات؟ هل بتلاقي الاشياء اللي تبغاها بالذات الاشياء اللي فيها في السعوديه؟ مرحبا يا حلوين، إذا عجبكم الفيديو حطوا هذا الإيميج في التعليقات، لأن تفاعلكم في التعليقات يخلي اليوتيوب يقترح الفيديو لأكبر عدد ممكن. شكرا لكم على دعمكم، سي يو. بس في أشياء كثير يكون أحيانا فيها وما بتلاقيها. هذه الناحية في حاجات إلى الآن نفسي فيها، مثلا تميس وغيره مستعد تحصل هنا، ما أدري إذا في محل بس مستعد تحصل هنا. فبرضه في بعض المنتجات اللي أنت متعود إنك تاكلها في السعودية ما هي موجودة هنا إلا نادرا تحصل، حتى لو حصلت بكل طارق فيه. يعني مثلا زي لبن مراعي هنا أرخص بشوي، اللي هو صوفي مارك اللي فتحوه هنا أرخص بشوي 15,000 وفي ويلكم 17 الحين. ففي حاجات يعني في حاجات كويسه صراحه وفي بدائل، مثلا الفايده يعتبر بديل كويس لو جيتني هنا، فنصيحه تجرب الفايده. ف تجربتي بشكل عام احسها كويسه صراحه، مو مره سيئه، 50-50 مو مره سيئه. طب هل بتروح الاسواق كذا الشعبيه مثلا سابون قريني ذا الاسواق اللي كثير؟ وكيف بتسوي؟ ومع عارف انه قلت الانجليزيه اشتغلت عليها وللان يعني ما هي جيده، ايش تستخدم معاهم اللغه؟ اتكلم معاهم هوسا. هوسا؟ بتعرف تتكلم هوسا؟ اي اكيد. كيف تتوقع تعطي نفسك بطلاقه ولا متوسط ولا جيد؟ لا بطلاقه مره. اوكي اعطيني كلمات خلينا نسمعها تست. كمامي. كمامي اعطيك سؤال جاوب عليه بالهوسا، ايش رايك؟ تمام. كيف تجربتك مع الهوسات في تكلمتو في نيجيريا؟ بلاوس كتفيدة مثلاً على قولتهم وبس. ما شاء الله. زي كما يرون كمان جا زي سالفة جوالات. إن كان أسوأ كتفيك سياوة يا كلنا دول كتفيدة وندي يسون كم ويا. بس لا. تكلم خاطري بالعربي. خلاص اللي قبل. عربي. ما شاء الله 10 من 10 20 من 10 فنان. إذا راح تشتري جوال. أول إيوه لازم لازم تجيب معك واحد خبير. لأنه أغلب الجوالات اللي هنا يعني تكون معدلة أو دبي. اما الجوالات اللي تجي كويسه وبجوده عاليه اصليه تكون غاليه بزياده بسعر مبالغ تو ماتش لانه مستورد. ف اما لو لقيت شيء رخيص هو نفس الجوال بس جودته تكون اضعف يكون معدل وزي كذا. اي فيعني خذ امشي مع واحد خبير امشي مع واحد خبير او اطلب من النت وخلاص ريح نفسك ريح نفسك. واللغه مهمه ما شاء الله، هو قال ما عنده انجليزي لكن همسته زي الفل، يعني ما حد يقول له انت ما انت نيجيري، كاسر مع حق السوق ويخلص. اسوي نفسي نيجيري خلاص. ايوه ما شاء الله لابس تلبس هذا وما حد يقول لك انت ثلاثة كم. والله خلاص. ايش اجمل موقف صار معك في نيجيريا؟ اسوء موقف؟ اجمل اوكي. اجمل موقف احس في بعض الحاجات هنا اسهل من السعودية بكثير. مثل سالفة اربحك من السوشيال ميديا كيف تسحبها ومن ذا الكلام، احس هنا افضل بكثير صراحة. جبت فتح حساب بنكي هنا سهل بكثير. بس يعني بطاقة انتخابات او جواز السفر او شو اسمه هوية الوطنية مع صورتين وش اسمه اللهم صل على محمد فاتورة قهوة. فبعض الاجراءات هنا سهلة بزيادة وبعضها يعني تعقيدات من عندهم، يعني ممكن الموظف اللي قابلك ما هو كويس فيبدا يصعب عليك الامور، بس اغلب الحاجات سهلة. يعني مثلا مثل سالفة حساب دولار انا فتحتها وانا قاعد في البيت بدون ما اروح البنك، لانه في نظام هنا عشان تفتح حساب دولار لازم تجيب قرنت واثنين اقل شيء كنت فتح حساب. انا بدون ما اسوي كل هالاشياء وانا في البيت كلمت الموظف البنك قال اصبر من ساعه ساعتين برسل لك حساب البنك، وفعلا ارسل لي خشيت التطبيق الا لقى انه فعلا فتحوا لي حساب دولار. طيب ممكن تعطينا موقف كذا، موقف في يوم صار معك تحس انه هذا الموقف يا الله احلى موقف صار معي في نيجيريا؟ هل في شيء كذا في بالك ولا تحس انه ما تدرك شيء انا؟ صراحه ما في شيء في بالي صراحه. لانه احس انه اغلب المواقف رهيبه صراحه. ولكن ما في شيء اللي اقدر اقول.
يعني ما في شيء اللي اقول مره واو هو احسن شيء صراحه، يعني كلها نفس الشيء في اليوم. اوكي طيب، اسوأ شيء موقف صار، او اساله من اسوأ موقف صار معك في الجيل. شيء ما عجبك يعني مو لازم اسوأ كذا، انه يمكن اسوأ شيء بس تنصبت صراحه. ايه نصبت في ايش؟ تنصبت يعني بسبب واحد ايجنت دفعت له 9000 ريال واعطيته جواز السفر حقي وخلاص سرق الجواز وشال الفلوس ووخر ونحاش خلاص وبلكني الكلب الصغر 9000 ريال حسبي الله ونعم الوكيل فيه، والجواز كمان سرقه؟ سرقه على اساس طلع لك شو اسمه؟ اي لازم تطلع بدل فاخر اي واحد قد ما يقدر يروح السفاره بنفسه افضل. اي اما تعطي واحد ايجنت ما تعرفه مع انه ما شاء الله الرجال ما شاء الله ليش انا وثقت فيه؟ وداني بيته وشفت امه وشفت المكتب حقه ومن ذا الكلام فانا حسيت انه كل شيء رسمي فطلع كله في النهايه كل شيء كمين لما اخذ الفلوس واختفى كل ما تروح البيت ما في احد فاتوقع انه استاجره حق فتره معينه وخلاص. اوه سوى شغله ما جاب خدمه من السنه قال تعالي كان فيه. كان شغال مع الجواسات وقتها فتحس انه كل شيء كان رسمي. فنصيحه اذا واحد يبغى يسوي تاشيره او اي حاجه يا تتقدم عن طريق موقع رسمي او انك تروح السفارات افضل شيء لانه في نصابين كثير هنا مع الاسف وبنفس الوقت في طيبين يعني مو كل الناس سواسيه. شيء في السعوديه نفسه يكون في نيجيريا ما في شيء الا بنيه تحتيه صح زي الكهرباء وغيره ومويه تكون دايل بس اوكي والاكلات مثلا ما نسك في البيت وهذا ولا عادي ما عندك اي اكيد صح انه عندنا بيت بس مو اصلي تقليد بس العاش إيه. اول كنت فرحان لما وقت الافتتاح كذا اخر شيء لما دخلت قلت شلون بيك يبيع عرس؟ استغرب بس صراحه الرز حقهم رهيب صراحه بس من ناحيه المقليات سيئه مره بس الحاجات اللي نفسي فيها يكون في الماك وش اسمه والله صريح صح في بدائل زي الكي اف سي وغيره بس دومينوز بيتزا ف برضه المأكولات العربيه اتمنى انه واحد يجي يسوي مشروع المأكولات العربيه وزي كذا زي وبرضه التميس وغيره والحاجات هذه ف بس انت في السعوديه من الرياض صح؟ ايه من الرياض ايه طيب شيء هل في شيء في نيجيريا في كندا تحديدا يذكرك بالرياض ولا ما في شيء ابدا؟ تحس لما تشوف تقول اوه ذكرت الرياض لا بس فيه بس لما تقابل اصحابك حرفيا ما بتحس كانك في نيجيريا لانك لما تبدا تاخذ وتعطي معهم يحشوك تحشهم وزي كذا تحس مو كانك في نيجيريا صراحه تحس الجو اختلف عليك فزي كذا بس فاتوقع هذه الحاجه الوحيده والحوارق والاحياء العشوائيه بس لانه كنت في الرياض حي شميسي ففي احياء عشوائيه هناك كثير ففي بعض الاحياء هنا كانها زي اللي في الرياض اوكي بعضها بس ما ادري ممكن ادموها الحين بس هذه الحاجات اللي ذكرني بس اوكي إيه. خلينا نتكلم كذا بريفلي بشكل سريع عن بحثك في السوشيال ميديا يعني حرام درع وكذا وما نتكلم عن السوشيال ميديا احس انه في اشياء كثير الناس كثير حيستفيدوا منها بالذات اللي مهتمين بموضوع السوشيال ميديا طبعا انت ما شاء الله عليك بديت السوشيال ميديا من قبل نيجيريا صح؟ اي من قبل يعني عندك خبره في السوشيال ميديا وبعدين جيت نيجيريا وقررت انه تكمل في هذا المجال اكمل في هذا المجال طيب تحس لانه خاصه احس انه السوشيال ميديا من بلد لبلد تختلف الريتش تختلف مثلا ارباح اليوتيوب تختلف فانا ابغى اتكلم على السوشيال ميديا طبعا السوشيال ميديا في السعوديه معروفه ما شاء الله تبارك الرحمن تدخل يعني رواتب احسن من حق الدكتور ويعني حياه كريمه حياه ملوك نتكلم عن نيجيريا تحس انه السوشيال ميديا في نيجيريا عندها مستقبل من ناحيه الارباح؟ عندها مستقبل كثير 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 بس شو اسمه؟ هو اساسا لما نخلص المقابله بعطيك كم قناه واحد هم كلهم نيجيريين كلهم وشهاداتهم بالملايين ووصلوا لمستويات مره عاليه وصاروا يتعاقدون مع شركات كبيره بس لانهم يتكلمون انجليزي هو اساسا هو ما له دخل انت من وين؟ انت الحين لو محتواك انجليزي فمحتواك بينتشر مو في نيجيريا في اي مكان اي واحد يتكلم انجليزي ممكن فارباحك بتكون عاليه انا الحين في نيجيريا بس مشاهدات تيجي اغلبها من السعوديه والعراق فدخل يكون كاني في السعوديه ما احس بالفرق فنصيحه اذا واحد يبغى يبدا في المجال هذا يبدا صراحه واذا كان انجليزيته كويسه خش على طول بالمحتوى الانجليزي نصيحه مثلا انت مثلا عندك خبره في الجوالات افتح قناه تتكلم عن الجوالات عندك خبره في شو اسمه في الفلوجات تعرف تصور يومياتك تعرف تسوي اخراج تمنتج نصيحه خش بالمجال هذا بس اكثر مجال اللي يجيب فلوس
في السوشيال ميديا بشكل عام لو انت تتكلم عن البيزنس. فلو انت تتكلم عن البيزنس الـ RPM حق اليوتيوب بيكون عالي مره. يعني انت في المقاطع حقتنا بشكل عام انت رفيه والبلوجر ممكن تنزل مقطع ابو دقيقه او دقيقتين وكل على كل 1000 مشاهده ممكن تجيب دولارين ثلاثه بالكثير. اما لو كنت تتكلم عن البيزنس ممكن يوصل حتى 5 او 10 دولار. فالـ RPM يعتمد على المحتوى نفسه. وبس هذا اللي انا اشوفه. بس بعلق على موضوع المحتوى الانجليزي. تعرف انا صاله فاميلي انا صاله فاميلي انا سوا صاله سوريين وكان عندهم قناه عربيه بعدين فتحوا قناه انجليزيه دخلوا شو اسمه العرب دخلوا اسحب عليها وسحبوا عليها كان في قاعد يتكلم عن الارباح انه صح الارباح لما انت تكون اجنبي فبالتالي تجذب مشاهدين غرب من امريكا وبريطانيا اصلا في اليوتيوب لما يكون المشاهد مثلا السعوديه والامارات مثلا يكون 3 دولار من كم مثلا يكون هناك 10 دولار ايوه سويد ايوه بس يتكلم على موضوع التاكسس الضريبه الضريبه انه لما يحسب موضوع التاكسس الضرائب بعدين يحسبوا القنوات الانجليزيه فيها كيف اقول لك في ضريبه اتوقع تطبقها 30% ايوه غير 30% في ستاندرد عالمي للمحتوى الانجليزي يعني تحس العرب يعني اللي نزل بروكات تمشوا كده بس في الامريكي يعني تلاقيهم مو الامريكي المحتوى الاجنبي like they put too much effort انه على المونتاج وعلى التصوير وكده مو انه بجوالاتهم زي كده انه هاي كواليتي ايه فعشان الهاي كواليتي ده تلاقيهم يدفعوا اكتر فهم لما كانوا قاعدين يقولوا تقريبا نفس الشيء ده شال التاكسيز وشال انه قديش انا بدفع المحتوى تقريبا نفس الشيء نفس الشيء بس الموضوع كيف بيفرق لو انت مثلا في امريكا مثلا او في دوله اوروبيه لو تطلع مثلا في قناتك على 5000 دولار او اكثر بتحس كانك ما طلع شيء لانك ممكن بتصرف فلوس اكثر من كذا في المحتوى في واحد اجنبي امريكي هو شفته نزل المقطع قال انه في المقطع جاب 10000 دولار بس هو خسران 5000 دولار لانه المحتوى المقطع حقه كان يتكلم عن البيت في بيت تقدر تطلبه عن طريق الامازون هو اشترى بيت ب 15000 دولار والمقطع ما طلع له الا اللهم صل على محمد 10000 دولار فهو خسران فالموضوع يعتمد على الشخص نفسه اما لو كنت مثلا تسوي محتوى اجنبي بس انت في دوله عربيه في نيجيريا او في نيجيريا راح تستفيد مره كثير صراحه إيه. غير كذا الاعلانات تفرق يعني مثلا اذا كنت مشهور عندك مئات الالاف او ملايين المتابعين عادي تجيك شركه تتعاقد معك يعني مثلا انت مثلا اختصاصك عن الجوالات اختصاصك عن مطاعم وزي كذا عادي تجيك شركه تقول بنعطيك وجبة معينة غير كذا فلوس ومقابل إنك تسوي لنا مقطع وزي كذا يعني فلو كنت في دولة عربية بيدفعونك إذا جيت كذا أما لو كنت في دولة عربية أو في دول أو كان مثلا تستهدف نيجيريا أصلاً في واحد نيجيري كان يبغى يسوي إعلان عندي قال أنا ما راح أعطيك فلوس إلا ما يجوني زباين وطار يا سلام أنا قلت الصراحة ما أقدر أسوي لك شيء صراحة شوي يعني تحس الاعلانات في شويه يعني شويه ما بالصراحه الموضوع هذا كلام محصور على الهوساوي مع الاسف انا هوساوي ترى عشان لا حد يسال اوكي لو رحت لبس وابوك هناك مثقفين اكثر يعني فاهمين لازم هم يدفعون فلوس عشان يحصلون نتيجه وزي كذا اما هنا لا هو يخاف على فلوس هو لازم يضمن مع انه ترى في التجاره ما في شيء مضمون يعني لازم تخاطر شوي وزي كذا تعرف أنا شخصياً من تجربتي أحس الإعلانات مع بكل أمانة مع اللبنانيين سمور سموث أحس سهلة لأنه like they know business بذات كانوا أحس مع المواليد في بعضهم like entitled يحسوا إنه أنت من المواليد أنا من المواليد يرسوا لنا إعلان ببلاش زي إذا بتروح تطلب منه مشيت أنا يدفع فكيف في كده والهوساويين اللي يحس إنه القش الحد ده فيعني احس انه له مستقبل بس يباله شويه يعني الناس تبدا تفهم انه السوشيال ميديا يعني لجد شيء يستحق انه الواحد يستثمر فيه فعلا فعلا فانت طيب ايش نصيحتك وصلت لشخص يعني فتح قنوات كثير على اليوتيوب وعلى تيك توك لانه في ناس يفتحوا قنوات يجلسوا 10 سنين اللي كم وما يكبروا ولا اصلا مثلا يحققوا شروط الارباح في اليوتيوب ولا شيء فانت ايش تنصحهم يعني ايش الخطوات اللي تنصح فيها شخص عشان يبدا ينمو ولا يكبر في السوشيال ميديا حسب خبرتي شو اسمه انا اشوف انه قبل ما تفتح قناه حتى اول شيء جهز مثلا 10 او 15 مقطع كذا سواء مثلا انت تبغى تسوي شورت اوكي جهز شورتاتك
ولازم انت فكرة تكون واضحه كيف يعني. مثلا الحين افتح قناه تتكلم عن الجوالات مثلا، انت الحين تسوي 10 مقاطع او 15 مقطع، مو تنزلهم دفعه واحده لا، كل يوم تنزل مقطع، فاليوتيوب راح يستوعب انت تبغى يعني محتواك لجمهور معين. فيبدا اليوتيوب لما يشوف انت تنزل لفتره معينه كذا شهر باستمرار او لمده اسبوعين باستمرار، راح يبدا ينشر قناتك بشكل تلقائي. هذا بالنسبه لليوتيوب. اما بالنسبه للتيك توك، اقل شيء لازم يكون عندك 7 مقاطع تنزل كل واحد مقطع واحد في اليوم او مقطعين بالكثير. ولازم توجهك يكون يعني واضح. واضح. اما لما تبدا تكبر خلاص تقدر تنوع يعني. اما كبدايه لازم توجهك يكون واضح. بس الامريكان يقولوا لايك تشوز نيش، انه انت تكون نيش داون، يكون عندك شيء محدد تبدا فيه. ايوه. بعدين طبخ مو اليوم مثلا فيديو عن طبخ، بكره فيديو عن الرسم، بعد بكره فيديو عن الله عليك. فعشان كذا انا ليش عندي قنوات كثيره؟ برضو في قناه قفلتها ما ادري بسبب قفلتها كذا حقت الانتقاد. انا ما ابغى يعني مثلا انا محتواي عندي قناه ثانيه حق افلام كرتون، ما ابغى انزل فلوجات فيها، ما ابغى، احس ما ينفع. فاضطريت اني افتح قناه ثانيه او اني ابدا في التيك توك قبل ما اركز في اليوتيوب، وفعلا ضبطت معي. وبس والله هذا اللي انا اشوفه، لا تنزل بشكل عشوائي، لازم يكون توجهك واضح بس واستمراريه. وترى سلبيه واحده في السوشيال ميديا، اذا تبغى تنجح لازم تصرف فلوس. في البدايه لازم تصرف فلوس، ممكن 3 شهور او 4 شهور ما راح تشوف نتيجه او ممدود مادي، بعدها بتشوف انه خلاص الموضوع بيكون سهلات. كل شيء بيكون سهل يعني. ما شاء الله جميل. طيب في فقره اللي هي اخر فقره عندنا اللي هي اسمها قول ورايا. اوكي؟ اوكي. انا حاقول لك بدايه شيء جمله وتتكملها. نبدا؟ طيب الشيء اللي ندمت اني ما سويته قبل ما اجي نيجيريا هو هي. الشيء اللي ندمت اني ما سويته قبل ما اجي نيجيريا اني ما اخذت لقاح ضد الملاريا والحاجات المعدية زي الحاجات المعدية هذه. بس. اوكي. طيب اكثر حاجة حبيتها في نيجيريا هي؟ اكثر حاجة حبيتها في نيجيريا بعض الحاجات اللي كنا نشوفها مستحيل في السعودية، هنا اسهل. اسهل شوي. اوكي. طيب. الشيء اللي اتمنيت اني سويته اول ما جيت نيجيريا. الشيء اللي تمنيت اني اسويه اول ما اجي نيجيريا اني اشتري اصول. يعني اقل شيء لو اراضي. وش اسمه اللهم صل على محمد، برضو اخذت الدولارات، لانه زمان كان تخزين الدولارات كان اسهل وكانت ارخص، حاليا صارت غاليه. فهذا الشيء حاليا ندمت عليه صراحه. اوكي تمام. نصيحتي لاي احد يبغى نيجيريا نصيحتي لاي احد يبغى يجي نيجيريا. نصيحتي لاي احد يبغى يجي نيجيريا هي. اوكي. نصيحتي لاي واحد يبغى يجي نيجيريا هو انه لازم يكون معاه خطه واضحه. مثلا انت خطتك تبغى تدرس بعدين تروح ابتعاث اي دوله معينه، او تبغى تفتح بيزنس او مشروع، ادرس الشيء اللي انت تبغى تسويه. يعني مثلا انت الحين تفكيرك كله مثلا ابغى اسوي مشاريع، يعني مشاريع لا تطمع صراحه، لا تفكر انه دخلي بيكون نفس اللي في السعوديه. يعني مثلا انا صرفت 10 او 20000 ريال مثلا على مشروع معين، لا تفكر انه اوكي دخلي اليومي بيكون 100-200 ريال، لا هذا شيء مستحيل. غير كذا الصرف هنا يعني مثلا الفلوس اللي ممكن بالكثير مره بالغ، ممكن تصرف 10000 ريال في اليوم، هذا انت مره بالغ. فانت الحين لو 10000 ريال تصريف، فانت الحين لو بتسوي حاجه لازم تتاكد انه عندك خطه واضحه. يعني انت الحين لو بتجي اوكي مثلا انا بس مثلا ابغى اشتري اصول، خلاص اشتري اصول، بس الحين بعد ما تشتري اصول لازم يكون عندك دخل اليوم. تحاول انه يكون عندك دخل اليوم، يعني مثلا خلاص انا شريت الاصول، طيب وبعدين؟ لازم يكون عندك خطة، يعني شيء يجيب لك فلوس بشكل يومي زي كذا، لأنه لو ما عندك ذا الشيء خلاص بتعاني صراحة. من وجهة نظري واحدة من أكبر الإيجابيات في نيجيريا هي من أكثر الحاجات الإيجابية في نيجيريا هي أنه فرصة أنك تكون ثري أكثر. لأنه شو اسمه الأصول هنا رخيصة بزيادة. يعني أصلا في السعودية مستحيل تشتري أرض مثلا ب 2000 أو 3000 ريال، مستحيل. والحلو في الموضوع انه اوكي انت الحين شريت الارض، ممكن بعد سنه سنتين سعره راح يتدبل 3 أو 4 مرات اذا اخترت مكان المناسب. برضو في حاجات بس يبغى لها راس مال كثير، يعني مثلا تشتري شاحنه كبيره كلها فحم، تروح غابه، تروح عند الموردين تشتري شحنه كامله،
2 مليون او شو اسمه 3 مليون وتجيبه هنا وزي كذا وتبيعه، حرفيا بتكسب على التريلا الواحده ممكن تكسب 5 او 9000 ريال زي كذا. فرص انك تكون غني هنا في فرص، بس شو اسمه لازم يعني كيف قبل ما تخش في الشيء هذا لازم تتاكد، لازم تدرس الموضوع، ولازم في مخاطره صراحه، لازم تخاطر شوي. اي طيب اخر شيء من وجهه نظري اهم حاجه الواحد لازم ينتبه لها في نيجيريا هي من وجهه نظري او اللي انا اشوفها اكثر حاجه لازم الواحد ينتبه لها اذا جيت نيجيريا او بتيجي وزي من ذا الكلام، قد ما تقدر يعني لا يعني مثلا نفترض في بعض الناس يختلف من شخص لشخص، بعض الناس جو غصبا عن المترحلين، بعض الناس جو بانفسهم، بس في حاجات خلت حالتهم أسوأ مع الوقت. انا عن نفسي اشوف انه لازم لنفترض انت مترحل خلاص جيت غصبا عنك، يعني انت بانك تتعامل مع الايجنت بشكل عام، لا تتعامل مع اي ايجنت لانه انصم نصابين وفلوسك كلها بتروح على الفاضي، وغير كذا يعني شيل فكرة انك خلاص تبغى تطلع، يعني في بعض الناس هو تفكيره كل يوم كيف اطلع وهو ما انجز. عارف واحد هو درس وسوى 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 كل شيء هنا، وخويه يقول انا ما اقدر اسوي شيء، ابغى اطلع من هنا. طيب انت لا انت طلعت ولا انت سويت حاجه، وتفكيرك كله على دوله ثانيه، فكل شيء انجز. طيب انجز ما دام انه عندك اهل هناك بيدعموك انجز. وبرضو لو انت من الموالي لما تنزل السوق يعني لا توري يعني لا تسوي نفسك انت من المواليد، حاول قد ما تقدر تتكلم بالهوسه، اذا ما تعرف تتكلم خذ واحد معك يعرف يتكلم هوسه. ليش؟ لانه ممكن بيشوفك بمنظر كانك سايح جاي ابو شهر شهرين وبتمشي، فبيقعد يسلخك بالسعر. فهذه الحاجات اللي انا اشوفها. برضو اختار احياء كويس، يعني اوكي انت تشوف مثلا ممكن تاخذ بيت او تشتري بيت في حي بعيد مره، الحي هذا انت ما تعرف ايش هو، الحي هذا امن ولا مو بآمن، خذ حتى فنصيحة قد ما تقدر، حتى لو كان الحي هذا غالي مثلا نائبة وزواج شكي ريجلي الحياة المعروفة هذه هوتور، نصيحة خذ لك خذ بيت أو استأجر بيت في حياة معروف، لا تستأجر بيت في حي ما حد يعرفه. فبس هذا اللي أنا أشوفه. أوكي طيب آخر سؤالين. السؤال الأول كلمة، لو قلت لك قصف كلمة بكلمة إيش تقصد؟ أنا على قولة المثل هذا بكومي أنكازو أم فيك. اوكي كوي كازو في جاني كانوا حلوه صراحه في يعني كيف اقول لك ثقافات مشكله ما ادري كيف اوصف، بس صراحه كانوا حلوه كانوا صراحه حلوه صراحه. يعني المثل اللي قلت له اذا بجيت باي شيء في اللي احسن منه، في اللي احسن منه، في اللي احسن ما سويت في اللي احسن منه. اوكي طيب نجيله بكلمه، نجيله بكلمه والله ما ادري، انا متحايل صراحه 50-50 بس يعني اعمل كلمه توصل 50-50 ما ادري ايش هو ولكن يعني لا بس لا بس. اوكي تمام نواف مره شكرا، الدرع مره شكرا انك حاطه على المقابله. الله يسعدك وان شاء الله حاط لك كل حساباته في صندوق الوصف عاد وصل لكم قناه يوتيوب حتشوفوا كله الموجود ان شاء الله. شكرا لك مره ثانيه.